فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، يقول هل هذه الثلاث تزيد في عمله بعد موته؟ انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني أجره يستمر بهذه الثلاث. نعم. فضيلة الشيخ يستمر بعد موته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، فالصدقة الجارية هي الوقف، والوقف يستمر، يصرف من ريعه في وجوه الإحسان. الولد الصالح ما دام حي يدعو له يستمر. العلم النافع هذا يستمر ولا ينقطع، هو أحسن الأمور الثلاثة، أو علم ينتفع به هذا يستمر ولا ينقطع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك يعني يشمل إذا كان له تلاميذ علمهم العلم النافع وهم علموا وعلم تلاميذهم علموا، يرجع الفضل لله ثم للأول. وكذلك إذا ألف كتبا ينتفع بها هذا يستمر، أو له كلام طيب يروى عنه وينتفع به. نعم.